تفقد وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بمدينة السادس من أكتوبر لمتابعة نسب التنفيذ. وأوضح مدبولي أن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها حاليا بالسادس من أكتوبر تبلغ 33 مليارا و300 مليون جنيه، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان بكلفة تبلغ 19 مليارا و500 مليون جنيه. وشدد مدبولي على سرعة الانتهاء من خطة تسليم الإسكان الاجتماعي والانتهاء من تنفيذ جميع المرافق والخدمات الخاصة به لخدمة سكان المشروع.